مساء الخير، ازيكم؟ برحب بيكم واتمنى ان انتوا تكونوا كلكم بخير في ظل ظروفنا اللي حاصله حوالينا كل حته في البلد، وبسعد بيكم بصحبتكم في برنامج وقناه سايبر التحرير. برحب بالاصدقاء اللي اوريدي دخلوا معانا على الشات، احمد شحاته وطارق، اهلا بيكم. طبعا بدعو كل اصدقائنا اللي بره الشات ان هم يقدروا يدخلوا ويشتركوا معانا في الحوار. وطبعا احنا النهارده حلقتنا المفروض انه كان يبقى فيها دكتور ياسر مونجي، الفنان التشكيلي والناقد والروائي والمدرس بكليه الفنون الجميله قسم جرافيك، وهو ان شاء الله هيكون معانا في خلال دقائق. فطبعا احنا سعداء جدا بيه، وخاصة ان هو قبل دعوتنا وعندنا كلام كتير قوي عايزين نقوله معاه وعايزين نسأله عليه. وبرحب بدكتور اماني فهمي. دكتورة اماني فهمي فنانة وتشكيلية وكاتبة في قسم التصوير كلية فنون جميلة. استاذ مساعد برحب بيكي، وسعيدة ان انت جيتي من بدري النهاردة. قبل ما نبدأ كلامنا عن دكتور ياسر مونجي، وقبل ما هو يبدأ يظهر معانا، عايزين نتكلم شوية عن اللي حاصل في البلد. يعني ياريت تبدأوا تتفاعلوا وتقولوا رأيكم، عايزين نعرف رأيكم ايه في اللي بيحصل. طبعا خبر القنبلة النهاردة، ونتمنى ان هو فعلا او فنون جميلة طبعا الدكتور اماني، ونتمنى فعلا ان هو يتحقق. يعني هو يعني الخبر الخاص بسوزان مبارك او سوزان ثابت زي ما بقوا بيقول عليها دلوقتي، ان هي يعني مفروض تترحل لسجن القناطر. اكيد طبعا في ناس كتير سعيدة جدا بالخبر ده، ولكن في ناس كتير حتى قضيها على قلبها بتقول ده لسه يعني الله اعلم هيتنفس فعلا ولا لا، وخاصة المحامي بتاعهم بيقول يا ريت ان هي تفضل قاعدة في مستشفى شرم الشيخ تبقى رهن الحجز هناك. يعني فدي من ضمن اهم الحاجات طبعا اللي حصل النهاردة، طبعا بجانب المليونية اللي في ميدان التحرير. محدش عارف اذا كانت وصلت المليونية ولا لا، لكن هي يعني كان الاعداد فيها كبيرة مش صغيرة يعني. وكان جميل طبعا اعلان الوحدة بين المسلم وبين المسيحي، واللي هو نتمنى فعلا ان هو ما يكونش كلام ويكون حقيقة على ارض الواقع، وما يكونش مجرد شعارات احنا بنرددها. توت امون بيقول للناس اللي معانا على الشات، وانا بقول للناس اللي بره الشات، لو صورة او صوت وقف معاكم ياريت تعملوا كليك على الفيديو، وبعدين رايت كليك وتختاروا ريفريش فيديو عشان ما تضطروش ان انتوا تعملوا ريفريش للصفحة كلها. دخل معانا كمان فنان، يعني حد باسم فنان. برحب بيك يا فنان. وطبعا اي حد عايز يكتب اي نيك نيم اهلا بيه، مفيش مشكلة. ولكن طبعا احنا بنسعد اكتر لما يعني بنتعرف كلنا على بعض، ويعني يبقى كل واحد عارف مين اللي بيتكلم يعني. بس طبعا يا فنان انا سعيدة بوجودك معي. ها دكتورة اماني، ايه رأيك في اللي حاصل؟ قولنا كده رأيك، عشان انت ارائك بتبقى مثمرة. ايه رأيك في موضوع سوزان مبارك ده؟ هل فعلا هيتنفذ؟ هل فعلا هتلبس الجلابية؟ ما فيش بقى تريننجات طبعا، هتلبس جلابية بقى ولا قفطان وتحط الاشارة بالابيض وتترحل على القناطر؟ هل ده فعلا ممكن يحصل؟ طبعا في ناس كتير بتقول سيبوكم من الكلام ده وخلينا مركزين في اللي بيحصل في البلد واللي واللي واللي، بس برضو يعني لما الحاجات زي دي يعني بتتحقق، ده بيدي احساس بالتفاؤل للناس اللي ضحت بنفسها عشان الثورة. فنان ايه رأيك؟ دكتورة اماني فهمي بتقول هقول ايه ولا ايه، الكلام كتير قوي. يا ستي بس قولي، هو الواحد بس في الاول كده بيبقى الكلام مش طالع، بس لما بيبدأ يتكلم بيقول. انت ايه رأيك، هل فعلا ده ممكن يتنفذ ولا بس يعني لسه كده يعني بيريحونا نفسيا بس؟
عشان طبعا في الفترة الأخيرة كله قاعد ينادي ويتكلم ويقول فين سوزان مبارك، فين الستات اللي كانوا حواليها، وفين وفين، ومحدش عمل حاجة ليه لحد دلوقتي. طارق، ايه رأيك يا طارق وفنان؟ طبعا يعني مش عايزين نركز قوي في شخصية واحدة، يعني البلد فيها حاجات كتيرة قوي بتحصل وحصلت، وكل يوم بعد التاني بنكتشف حاجات كتير قوي. يعني احنا كنا كلنا عارفين ان في فساد، كنا كلنا عارفين ان البلد يعني على كف عفيد زي ما بيقولوا، ولكن بعد الثورة وبعد ما حصل كل الاحداث اللي فاتت دي، ما كناش برضو نتخيل ان كمية الفساد وكمية البلاوي اللي كانت في البلد واصلة للدرجة دي. يعني ما كانش حد فينا متخيل ان في كل تنتوفة صغيرة وفي كل ثغرة وفي كل يعني كل سنتيمتر فيه فساد وفيه بلاوي وفيه حاجات رهيبة كانت بتحصل واحنا مش قادرين نتخيل. فدكتورة إماني بتقول انا كل اللي يهمني ان الشعب يسترد الاموال المنهوبة، وفي قلق شديد حوالين الاقتصاد المصري. طبعا يا دكتورة إماني عندك حق، هي الناس كلها دلوقتي يعني همها الاكبر هو القوت او اكل العيش، يعني فده يودينا على طول على الاقتصاد وعلى الاموال المنهوبة. بس في ناس بتقول ان الاموال المنهوبة دي بشكل او باخر يعني علشان ترجع تاني يا دكتورة إماني، يعني مش قدامها مش اقل من 3 لـ5 سنين، يعني عشان ترجع بالشكل القانوني وبالشكل الرسمي، سواء اللي خارج البلد او اللي جواها ولسه مستخبية. بيقولوا ان ده سيستم بياخد له حوالي 3 لـ5 سنين، وانه مش بالسرعة اللي احنا متخيلين. فدي فيما يخص الاموال المنهوبة، احنا كلنا عايزين نسترد الاموال المنهوبة. اما الاقتصاد المصري فده بقى اللي حقيقي مشكله، يعني الاقتصاد المصري مش لازم يستنى الاموال المنهوبه لما ترجع، الا مش هيلحق اساسا. واماني برضو بتقول طبعا انا ما كنتش اتخيل ان هذا الكم الرهيب من الفساد، الحقيقه ما كانش حد متخيل ابدا يعني كده، حتى بالرغم من الفاسدين نفسهم، يعني كانوا يعني كل واحد بيعمل حاجه غلط بيتهيأ له يعني ان هو يعني هي جت عليا، يعني انا لو عملت حاجه بسيطه دي مش هتضر اللي حواليا قوي يعني. بس الحقيقه يعني الصوره لما بتكتمل بقى بيبان البلاوي يعني. دكتوره اماني بتقول مش مشكله، المهم انها ترجع. ايوه هو طبعا المهم انها ترجع، ولكن عبال ما ترجع احنا بقى هنعمل ايه في اللي احنا فيه ده يعني. فدخل معانا كمان احمد واسامه. برحب بيكم يا احمد ويا اسامه. واحنا بنتكلم عن اوضاع البلد بشكل عام لحين ما يكون معانا دكتور ياسر مونجي ضيفنا النهارده. طب دكتور اماني ويا احمد ويا اسامه وفنان واحمد شحاته، يعني في ايه تاني يشغلنا غير موضوع الاقتصاد المصري؟ طبعا في البلوى الثقيله اللي هي بتاعت ما يسمى بالفتنه الطائفيه. اهي دكتوره اماني قالتها معايا في نفس الوقت، هي اخطر حاجه الفتنه الطائفيه. في ناس بتقول ان اللي حاصل مش فتنه طائفيه، وان هو برضو من ضمن الحاجات المقصوده ان تشاع كلمه الفتنه الطائفيه فتبقى موجوده، يعني احنا زي ما يقولوا ايه، يعني اللي يخاف من العفريت يطلع له يعني. فبالنسبة لموضوع الفتنة الطائفية، الحقيقة يعني انه اللي حاصل ممكن فعلا يكون مش فتنة طائفية، او ما وصلش لدرجة الفتنة الطائفية، بس احنا من كتر ما احنا عمالين نقول الكلمة دي وتبدأ بقى تتردد ما بيننا وتكبر والموضوع يكبر، يبقى فعلا كلنا حاسين ان في فتنة طائفية، ولكن في حقيقة الامر مفيش، بدليل ان الناس عايشة فعلا مع بعضها بقالهم سنين وسنين، يعني طول عمرنا على فكرة، حتى من قبل دخول الاسلام كان اليهود والمسيحيين كانوا موجودين، وقبل اليهودية والمسيحية لما كانت مصر القديمة
كان فيها يعني طوائف مختلفة، صحيح كلهم بيتبعوا يعني ديانة واحدة، ولكن كان المدينة دي فيها مثلا المعبد ده، والمدينة دي فيها المعبد دي والمعبد ده، وفي مدينة فيها أكثر من معبد، وفي أكثر من رمز مقدس. يعني في مصر عموما بلد أخذت من زمان قوي على التعددية ما بينها وما بين الناس اللي عايشة جواها. دكتورة إيماني بتقول لازم نحارب أي محاولات للوقيعة بين المسلمين والمسيحيين. أسامة بيقول فعلا هي وقيعة بين فئات المجتمع المصري من مسلم ومسيحي. ودكتورة إيماني بتقول وفي نفس الوقت لا نتجاهل إن في احتقان ما بين المسلمين والمسيحيين، الدين لله والوطن للجميع. طبعا يا دكتورة إيماني في احتقان، وفي احتقان شديد مش بسيط الحقيقة، لانه يعني مش لازم زي ما يقولوا نحط راسنا في الرملة يعني وندعي ان ما فيش حاجة، لا في، بس هو ما وصلش لدرجة الفكر، ولكن كل واحد على هبة الاستعداد ان هو، وخاصة الاخوة المسيحيين لان هم طبعا اقل عددا، فدايما الاحساس بتاع الاقلية وان كانوا هم مش اقلية بيبقى عنده حالة من التربص يعني. فطبعا وعندهم حق الحقيقة، لان في يعني احداث كتير حصلت في السنين اللي فاتت موجهة ضدهم، فده شيء طبيعي. من الغريب قوي ان احنا نطلب منهم ان هم ما يبقوش متربصين كده او متوجسين يعني. اسامة بيقول ده اللي بيسمى بالثورة المضادة. ودكتورة إيماني بتقول لو الكل التفت للعمل والإنتاج بدل السؤال عن الديانة ممكن ينصلح الحال. والله عندك حق دكتورة إيماني، يعني شعوب تقدمت على أسس من المبادئ والأخلاق وما هماش مسلمين يعني، ولا هم مسيحيين. فالحقيقة يعني انه الانسانية فيها مبادئ جميلة ورقية ويعني بتحقق العدالة للناس اللي عايشة بيها. فطبعا الاسلام دين عظيم، ولكن مش معنى انه بعض المجتمعات ما فيهاش اسلام فهي ما فيهاش رقية او حضارة او ما فيهاش مبادئ او ما فيهاش اخلاق يعني. واحنا كلنا نعلم انه في شعوب قد كده هم راقيين جدا زي اليابانيين والصينيين والهنود، يعني حقيقة عندهم قيم ومبادئ واخلاق يعني بطرقة لدرجة عالية قوي. دكتورة ايماني لا احمد بيقول هل التعايش بين اكثر من ديانة في المجتمع الواحد يفيد الفن؟ وأسامة بيقول لأن النظام القديم ورجال الحزب الوطني اللي تربوا في خيرات البلد مش من السهل انهم يسيبوا الكلام ده يعدي بالسهل. بالنسبة لسؤالك يا أحمد، طبعا وأنا معايا برضو دكتورة أماني، ياريت برضو تساعديني في الإجابة على السؤال ده. بس أعتقد انه يعني الفن عموما يعني زي ما بيقولوا كده بيكبر وبيرقى وبيتقدم في كل مكان المجتمع فيه حرية، والحرية مش بمعنى السفاهة يعني، ولكن بمعنى انه فعلا انا حريتي تقف عند حدود الاخرين. لما بيبقى فيه ديانات مختلفة، ثقافات مختلفة، مبادئ وحياة وطرق مختلفة في المجتمع، بالعكس دي بتسري في المناطق الإبداعية سواء كان فن تشكيلي أو أدب أو فكر، وبيبقى فيه زخم يعني، بيبقى فيه اختلاط ما بين الأفكار، وده شيء طبعا مش يعني بالتأكيد يزود من قيمة الفن. أما أسامة على موضوع الثورة المضادة واللي تربوا في الحزب الوطني، عايز اقول لك يا اسامه انه اللي تربوا في حضن الحزب الوطني والملايين والمليارات اللي عملوها مش من السهل ابدا ان هم يتنازلوا عنها. والغريب ان الواحد لما بيبقى معاه فلوس يعني، مش اي واحد طبعا، في الجشع يعني، ان هو بيبقى عايز الفلوس دي تكتر يعني. في ايه ممكن يكون الانسان عايزه اكتر مثلا من انه يكون عايش حياه كريمه، ضامن مستقبل عياله واحفاده، عنده اشكال الراحة المختلفة،
عايز ايه اكتر من كده؟ لا هو عايز المزيد، هو يقول لك اذا كانتش هتزيد هتنقص. فطبعا هم بالنسبه لهم ده شيء صعب جدا ان هم يتنازلوا عنه، فعايزين اكتر. مش مهم بقى احنا خدنا قد ايه، المهم ان نفضل ناخد. دكتوره اماني، بالنسبه لسؤالك يا احمد، بتقول لك ممكن يفيد الفن لان التنوع دائما فيه افاده. دكتوره اماني كمان بتقول التعايش ما بين الاديان ممكن يفيد الفن، بس التعايش ايجابي راقي. اكيد يعني تعايش، اعتقد ان كلمه تعايش نفسها فيها المعنى الايجابي ده. دخل معانا على الشات اشرف كامل، برحب بيك يا اشرف، منور. وبرضو دكتوره اماني بتاكد على كلمتي ان حريه الاختلاف قطعا بتفيد الفن. أسامة بيقول للأسف المجتمع في السنين اللي فاتت كان فراغ كبير بينه وبين الفن التشكيلي، ضعف ثقافي. انه في فراغ بين الفن التشكيلي وبين المجتمع تقصد. واشرف كان بيقول الثورة طريقها صعب بس المصريين قدها ان شاء الله. جميل التفاؤل ده يا اشرف. اماني بتقول الفن التشكيلي له لغة خاصة تصعب حتى على المثقفين. واحمد بيقول يعني لو في تعايش بين اكتر من ديانة ايه تأثيره على الابداع، ولو في صراع ايه تأثيره. تمام. طيب نرجع بقى للسؤال يعني واحد واحد كده. بالنسبة لأسامة، السؤال الخاص بين الفراغ اللي ما بين المجتمع وما بين التشكيليين، هو الحقيقه يعني اللي بيلام في الحالتين او في الحاله دي هما الطرفين، المجتمع بيلام والفنان التشكيلي كمان بيلام. الفنان التشكيلي بيلام لانه يعني معروف عنه او اشيع عنه ان هو بيبقى منعزل او منغلق على نفسه، او عايز يبقى حاله الابداع دي له مطلق الحريه فيها وبصرف النظر عن راي الاخرين فيها. فدي مشكله. والمشكلة التانية لما يكون المجتمع منهمك في 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 لقمة العيش، مش عارف يجيبها ومش عارف ولا يلبسوا ولا يلاقوا حتة يناموا فيها ولا ولا ولا، فطبعا فن ايه اللي انت هتيجي تكلموا عليه ساعتها. ولكن طبعا كل دي معادلات ممكن تتحل يعني في كتير من المجتمعات تخطوا المرحلة دي. اولا احنا نشوف الفنانين الاجانب دلوقتي منخرطين في العمل الاجتماعي بشكل هايل جدا يا اسامه، لان انت اللي بتسال السؤال ده. يعني الحلقه اللي فاتت كان معانا فنان بريطاني وقعد يحكي لنا ايه المشروعات المجتمعيه اللي هم بيعملوها كفنانين مع بعض، حاجه يعني فوق الخيال. وقد كده المجتمع طبعا متجاوب معاهم ومقدر لدورهم في المجتمع. دي من ناحيه الفنان. ومن ناحيه المجتمع انه برضو يعني مهما يكون المجتمع مثلا فقير او بسيط، لكن الحس الجمالي عنده ممكن يبقى راقي. يعني الفلاح البسيط او الست القرويه البسيطه تدخل بيتها ممكن تلاقي معلقه مثلا خمسه وخميسه على الحيط، حتى العيال الرسمين مش عارفة بالألوان على الحيطة، حتى زهرية حتى شكلها مش عارفة. يعني الحس الجمالي البسيط ده مش محتاج ان الانسان يكون من اغنى الاغنياء يعني. ولكن بقى ازاي المنظومة دي تكبر مع بعضها، هي دي الادارة بقى. يعني ادارة المجتمع ازاي تعمل ده. واحنا الحمد لله مكناش بنعمل حاجة خالص في الحكاية دي. اما بالنسبة لكلامك يا اشرف، طبعا ثورة طريقها صعب بس المصريين قدها ان شاء الله. بالتأكيد هم اثبتوا يعني في خلال الشهرين ثلاثة اللي فاتوا ان هم قدها، يعني يكونوا ان هم يقدروا اصلا يقوموا مبارك